مسي عليكم بالخير مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية، نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الجديدة، واللي دائما يكونون معنا ضيوف مميزين. طبعا اليوم راح نتعرف على ضيفنا أكثر وأكثر إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير. ضيفنا اليوم في برنامج مسارات ثقافية الكاتب الدكتور محمد أسد، والذي تميز بكتابة الروايات والقصص، صدر له العديد من الكتب الأدبية والروائية، وكذلك شارك وقدم في العديد من الدورات وورش العمل في مجال الكتابة. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الكاتب الدكتور محمد أسد لنكتشف ما هي مساراته الثقافية والأدبية. باسمكم خلونا نرحب بالكاتب المؤلف الأستاذ الدكتور محمد حميد أسد، وهو مدير مؤتمر بستان قلم ومركز بستان قلم. نمسي عليك بالخير دكتور، وحنا سعداء بهذا اللقاء معك في برنامج مسارات ثقافية. يا أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله وياك ونسير وثقافة الكويت مشهود فيها داخل وخارج الكويت. بارك الله فيك. بالتأكيد يمكن من خلال جهودكم دكتور قاعدين تقومون في أعمال كثيرة وفي ورش كثيرة قاعدين تقدمونها. كونك أنت مدير مؤتمر بستان قلم ومركز بستان قلم، فياليت نتكلم عن هذا المؤتمر ونبين للسادة المشاهدين أهمية مثل هذه المؤتمرات سواء للكبار ولا للصغار. فكرة المؤتمر جت من إطار نحن نجمع الخبرات المختلفة في مكان واحد، نحط موديل ناجح. هذيل الناس اليوم ألفوا قصص نجاحهم، شلون وصلوا إلى مرحلة تأليف الكتاب وانتشار كتابه، شنو المعاناة اللي حصلت له، تجربته بالضبط شنو، تميزه وين، مؤلفاته. فهذه كانت تحت إطار تجارب ناجحة، ناس تقدم تجاربها. ممتاز. طيب عندنا فرع ثاني، فرع النقد الأدبي. نعم. نجيب مجموعة من النقاد دكاترة اختصاص، نعطيهم عمل أدبي يرشح لنا صاحبه. نعم. يعني هذه الثقافة اللي الآن احنا قاعدين نحاول ان نزرعها، قبول النقد العلمي. في نقد الانطباعي، انا قريت حبيتها ما حبيت، يا ريت مسوي شيء، لا هذا أوفر. هذا نقد انطباعي. في نقد علمي لما يفند اللغة. نعم. يفند شخصيات، الزمان، المكان، تراتبية الحدث. هذه يبنى مجموعة من دكاترة الاختصاص اللي صاروا يعني ياخذ العمل إن كان من داخل الكويت أو من خارج الكويت. حلو. خصوصاً احنا بستان قلم انطلقنا من الكويت، بس ما شاء الله اليوم انتشرنا ب 22 دولة عربية وإسلامية. ما شاء الله. فحتى من خارج الكويت نرتبط معاهم أونلاين، يحضرون معنا المؤتمر، فعاليات المؤتمر عن طريق زوم. متى بدأتوا في هذا؟ احنا بدينا فيها 2019. اي. أول مرة. حضورياً كان. كانت حضورياً. اي. الله يذكرها بالخير ويحفظها الشيخة أنيسة سالم محمود الصباح. نعم. سمعتني في الإذاعة قاعد أتكلم عن مبادرة بستان قلم وأول نادي سويناه، وإن عندنا حلم يكون عندنا مؤتمر شامل يعرف الشباب الكويتيين على الشباب العرب والمسلمين ويعرفهم علينا. خصوصا إحنا مثلا أنا ككويتي أقرأ حق الشباب الكويتيين، ممكن منفتح على مصر، منفتح على سوريا، العراق، ولكن أبعد من كذي ما عندي. موريتانيا ولا السودان ولا ليبيا ما عندي، اليمن مثلا ما عندي. نفس الشيء الكاتب مثلا السعودي ولا العراقي او غيره. فلما اوجدنا هذه المساحه صرنا نتبادل الخبرات، نتبادل الكتب، صرنا لما نحضر في المعارض، معارض الكتاب، نحرص ان احنا نروح نلتقي مع بعض. حلو. صار في قناه التقاء بيننا وبين بعض. نعم. في معارض الكتاب، في هذه الاحتفالات. طيب الآن مع عرض التجارب الناجحة، مع جلسات النقد الأدبي، جينا إلى الورش، ورش التطبيقات العملية. هذه الورش
سويناها للأطفال ما بين القراءة والكتابة، وسويناها حق الكبار في مؤتمر بستان قلم الرابع. احنا خلصنا الخامس الآن. في مؤتمر بستان قلم الرابع الشيخة أنيسة ركزت على الطفل، فطلبت منا نسوي نادي عربي وإنجليزي. حلو. فصار في تطبيق عملي. هو بالبداية يعني بالدورات الثلاث قبل المؤتمر عربي الرابع والشيخة مصر أن يكون عربي. إنزين. لكن من المؤتمر الرابع. المؤتمر الرابع قالت خلينا نفتح طالما في طاقة وفي عندنا مدرسة. إنزين بالبداية دكتور عفواً، المؤتمر موجه لأي شريحة؟ المؤتمر موجه أساساً كان للشباب من فئة 16 وما فوق. تمام. وكانت الفكرة تعالوا أنتوا شنو فكرتكم، شنو تبون تسوون. شرحت الفكرة حق الشيخ أنيسة، فقالت يبا أنا راعية ورعت المؤتمر من بداية انطلاقه ممتاز. إلى اليوم تحت رعايته. الفكرة الآن التعارف، هذا الترابط ما بين الشباب العربي العربي تحقق. الورش، ورش التطبيقات العملية، ورش التمارين، المحاضرات، يعني دخلنا عنصر جديد، عنصر المهن. كثير منا يكتب مثلا عن مهنة المحامي، راح المحامي ورفع المذكرة بس ما يدري تفاصيل هذا المهنة. الدكتور ما يدري تفاصيل، الجراح ما يدري تفاصيل الجراحة. أنا مثلا في روايتي دار الجريمة علشان أكتب عن عملية الخشم رحم العظم أنا 8 شهور أبحث في كتب الطب. فمو معقولة يعني أن أنا في زمن السرعة راح أحتاج كل هذا الوقت. فيبنى دكتور اختصاص جراح تعال اتكلم لنا في إطار العملية الفلانية أنا الحين بكتبها. فهو يبدأ يتكلم يشرح. يبنى دكتور مختص بالتعامل مع ذوي الإعاقة. حلو. فيبدأ يعطي المفاهيم. ممكن يختصر لك ياها ويختزل لك ياها هذه المعلومات كلها في معلومات مفيدة وتوصل للقارئ. أزين أنت في المؤتمر الرابع قلت أن دخلنا الكتب الإنجليزية أو الأجنبية. دخلنا ورشة تفاعلية إنجليزية، قصة بالإنجليزي يمثلونها، يقرونها ويمثلونها الأبناء بالتعاون مع مدرسة لغة إنجليزية. تمام. وبعدين شنو اللي لقيته أنت والأصدى؟ أنت حين قلت لي من 16 سنة وما فوق. وما فوق. في هذا في بستان قلم أربعة دخلنا الصغار من 7 إلى 13 سنة. كان لهم برنامج خاص في المركز. شلون لقوا؟ كانت بعد الحجر وتوها فاتح الدنيا، فأولياء الأمور لقوا منفس حق الأبناء. صح. فكان أولياء الأمور نفسهم يكونون حاضرين معنا ويكونون قاعدين معنا. كان حضور؟ حضوري كان. تمام. المؤتمر في الفترة السابقة كان كل 6 أشهر يعقد. خلال هالـ6 أشهر شنو عندنا من فعاليات، من برامج، من مؤلفات تطلع في المؤتمر. حلو. من بعد المؤتمر الخامس الآن انفتحت الدنيا أكثر، بدأت الآن موسم المعارض، ففضلنا أنه يصير خلاص لقاء سنوي. أي. ونكثف البرامج التدريبية. أي. خلاص نركز على الدبلوم. أي. خصوصا أن الآن انفتح لنا مع أكاديمية في مصر وأكاديمية في الإمارات على أساس أنه خلاص نبدأ الدبلوم نطلقه. تتكلم على 80 ساعة تطبيقات عملية، فهذا بروحه جهد. هذا وايد جهدك. هذا بروحه جهد. المؤتمر خلنا نقول من دورته الأولى لغاية الدورة الخامسة، مدة المؤتمر ايش كثر تقريبا دكتور؟ مدة المؤتمر تكون 7 إلى 10 أيام. نعم. عدد المستفيدين اللي استفادوا من المؤتمر حتى اليوم نتكلم على 740 شاب وفتاة من المؤلفين اللي غالبيتهم ما نعرفهم. لأول مرة نسمع عنهم. وحرصنا ان احنا نروح حق هذيل الشباب اللي قلمه حلو وعنده أصدار بس ما حد يعرفه. نجيب هذا الخبير صاحب القلم، الخبير الكبير اللي ذا المقام المرموق وسط المؤلفين وسط الأدباء، ونجيب الشباب معاه. حلو. فنخلي هذا النوع من الترابط، ويصير هذا ترابط، ويصير هذا الاندماج مع بعض، ويصير هذا الحوار تلاقح خبرات. ممتاز. أنا راح أتكلم أكثر وأكثر عن هذا المؤتمر لكن بعد الفاصل. فاصل نواصل معكم.
عودة مجددة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية مع الدكتور محمد حميد أسد، وحديثنا عن مؤتمر بستان قلم. كونك أنت مدير هذا المؤتمر، يمكن هناك استفادات كبيرة تم في هذا المؤتمر. في بدايته لقيتوا الدعم لله الحمد الكبير من ناحية أنه والله إقامة مثل هذه الورش، إقامة مثل هذا المؤتمرات، مثل هذه الندوات اللي في هذا المؤتمر. ويمكن في بدايته كان 7 أيام ولا 10 أيام؟ كانت 3 أيام بدايته. بدايته 3 أيام. أول مرة كانت 3 أيام. وجهد كبير ترى. وجهد كبير وحضوري فندق كنا، وحضوري وداخل الكويت، وشاركوا معنا من المملكة العربية السعودية، من المملكة مملكة البحرين، من الشباب العراقيين في الدرجة الأولى. نعم، شباب عراقيين اللي في الكويت. شلون لقيتوا صدى 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 المؤتمر هذا؟ بالبداية ما استغربوا يوم قالوا إنه مثل هذا المؤتمر، شنو الغاية منه؟ شيء طبيعي إنه في البداية كل شيء غريب. لأن في البداية كل شيء غريب، فكنا محتاجين نسوي كتالوج تعريفي. نزين. شنو المؤتمر، أهداف المؤتمر، وكنا نجتمع ونقعد. والجميل في هذا المؤتمر كان في لحظة وفاء لي معلم عراقي اللي كان يدرسني بالابتدائي اللغة العربية، موجود إلى اليوم، الله يطول بعمره. الله يطول بعمره. جبت في المؤتمر وكرمته وأهديته نسخة، قلت له المسطرة اللي طقيتني فيها عشان أكتب على الخط سيدة صنعت مني مؤلف اليوم. فهذه كانت من اللحظات الحلوة لما أي أشوف أمين المكتبة اللي كنت أيام الثانوية أروح أشترك في جماعة المكتبة والكتب، يجيني في أحد المؤتمرات ويحضر ويزورني. هذا بحد ذاته يعطيني إحساس إن إحنا فعلا بحاجة إلى هذه الملتقيات الأدبية. نعم. كما الملتقيات الرياضية، كما الملتقيات الفنية الأدبية في المجالات الأخرى. نعم. نعم. احنا اليوم شبينا شمعة ولله الحمد. يعني لما نتكلم المجلس الوطني للثقافة والفنون عطانا دعم حضوري شخصياته في معانا، نقابة الفنانين، مختلف الجهات. الفكرة الآن تطورت معانا ان احنا ما نكتفي بس بالشخصيات. قمنا نجيب مؤسسات الدولة، قمنا نجيب شركات القطاع الخاص، نجيب الناس المستقلين المتطوعين ودور اللي عندهم هوايات، حتى البوكتيوبر هذيل اللي على اليوتيوب يراجعون الكتب ويتكلمون مميزات الكتب، يبناهم يتكلمون يعرضون تجاربهم وانشطتهم. نعم. اللي موجودة واستفادوا منها. قلت ان المؤتمر الاول كان 3 أيام، وبعدها عاد المؤتمر قامت تزيد الأيام، وإن شاء الله احنا نتمنى لكم التوفيق. وحين قلت لي إنه بعد بالدورة الخامسة راح يقول كل سنة، عدل؟ إيه نعم، من بعد الدورة الخامسة راح يكون كل سنة. بالدورة الثالثة انطلق معرض بستان قلم، كان بمشاركة 21 مؤلف. ما شاء الله. في الدورة الرابعة لا، صار 7 دور نشر كويتية. ايه؟ دارين من الأردن، دار من لبنان شاركت معنا. حلو. ففي عندنا طموح إنه يكون خلاص عندنا معرض كتاب رديف باسم بستان قلم، مثل يعني ما نقدر نوصل إلى مرحلة مهرجان الكويت الثقافي في معرض الكتاب، ولكن الطموح أن إحنا نتعلم من هذه التجربة الرائدة. نعم. الكويت لها بصمة في شارع الثقافي لا ينكرها أحد. هذه البصمة إحنا اليوم جينا شلنا منها شوية، قدمناه بأسلوب جديد، ولكن نبقى نحن تلاميذ عند أبهاتنا اللي أسسوا الثقافة في الكويت. نعم. أنت يمكن مثل هذه الرؤية الجميلة أنك أنت كرمت أحد الأساتذة اللي كانوا يعني يعلمونك اللغة العربية، وخلنا نقول تدربت وعرفت منذ صغر، زي منذ نعومة أطفالك، أن والله أنا أحب القراءة. نعم. أنت من هني دكتور محمد أسعد حبيت القراءة واتجهت إلى تكوين مثل هذا المجتمع. رؤية محمد أسد صارت يعني منذ هذه الأيام. احنا كنا نطق مشي سواء سالم لشارع عمان علشان نجمع مصروف طول الأسبوع، علشان أروح نهاية الأسبوع أشتري مجلة ماجد والأحمد خالد توفيق. نعم. والدكتور نبيل فاروق، يعني
هذا الشغف اللي كان يخليك انت تجمع مصروفك طول الاسبوع علشان تروح تشتري مجله، هذا بحد ذاته كان في قيمه للقراءه عندنا. كان في عندنا شيء يدفعنا. يمكن الناحيه الثانيه اللي كانت تعزز، وهذه بصمه حق تلفزيون الكويت، اذكر برنامج المناهل اللي كانوا يعرضونه. نعم. حتى افتح يا سمسم، اللغه العربيه الفصحى، الاحرف، قيمه الحرف، وزن الحرف. فاحنا تاسسنا على هذه البرامج. تاسسنا على ان الثقافه متعدده مصادر التحصيل. فالكتاب له قيمه عندك في البيت، مشاهدتك انت في التلفزيون قاعد تطالع قيمه. يعني يحضرني حتى مثلا مسلسل ابي وامي مع التحيه. صحيح. فانا اذكر وانا صغير هذه الام اللي تودي حق عيالها الشاي وقاعدين يدرسون، ولا ماسك كتابه وقاعد يقرا، الله يذكره بالخير الفنان عبد الرحمن العقل. نعم. وقاعد يقرا. فهذه المشاهدات كونت عندك قيمه للكتاب، قيمه للقراءه. هذا الشيء الجميل اللي تاسسنا عليه. اليوم احنا دورنا طالما تاثرنا ايجابا، دورنا الان ان احنا ننقل الى الشباب. ممتاز. انا اتمنى لك التوفيق الصراحه دكتور، وانا سعيد والله باللقاء معك هذا، يعني في برنامج مسارات ثقافيه، وقاعدين نستفيد من خلال هذه المعلومات ومن خلال هذه القيم اللي تفضلت فيها. ما ادري انا وين اروح معك، يعني ما شاء الله يمكن المؤتمر بستان قلم امامي، يعني هذا الدليل. ويمكن من خلال تعال صدق انا من خلال رؤيتي للصور اللي موجوده شفت لك صوره وانت لابس بيجامه. ايش قصه البيجامه؟ دشداشه نوم. دشداشه نوم واسمها دكتور مزور دشداشه. زين. الفكره كانت في المؤتمر الاول في فندق. انا الان بدخل اعطيهم ورشه تطبيق عملي شلون يكتبون. زين. فكانت الشك، كانت الصدمه اني انا ادخل عليهم بدشداشه النوم. شرمبو دشداشه نوم. حلو. فمو معقول مؤتمر علمي ادبي ودباء وناس كبار قاعدين وشيخه قاعده، هذا داخل علينا بدشداشه نوم ورايح متجه ماسك المنصه ماسك الميكروفون. شنو اللي شفتوه كتبوا المشهد اللي شفتوه. الان مع حاله الصدمه كتبوا، يعني اي واحد منطقيا بيكتب دكتور مو محترمنا داش بدشداشه نوم. طيب اكتب لي مشاعرك الحين، انت شنو حسيت فيه لما شفت هذا داخل؟ طيب ابدا الحين اطلق لي خيالك العنان. من حارس الباب اللي تحت بالفندق لكل اللي كانوا بالفندق باللوبي اللي شافوه هو مار، شنو قالوا؟ شنو فكروا؟ لا تعال شوف الآن وهو طالع من بيتهم وبالسيارة ليه صفط. فأبدأ أرجع فلاش باك على قولتهم، لما أوصل إلى مرحلة هذا الآن وفق المعتقد ماله، ليش طلع يشرح للمتدربين بدشداشة النوم؟ فأي الآن مزور دشداشة، هل هو يعتقد بالأضرحة ومزورها موديها فمن ناحية عقائدية ما أخذها، ولا مزورها مسوي نسختين نفس طبق الأصل ومخلي واحدة عند زوجته الثانية وواحدة عند زوجته الأولى؟ فأبدأ أعطيهم أسئلة، هذه الأسئلة تحفز تثير. طيب الآن كتبتوا خلونا نقرأ، فمشاركات عشوائية تعالوا نركبها مع بعض. فاخذ من هذا على هذا على هذا على هذا، وطلعت في رؤيه وطلعت في انه والله. نعم. خيال وكل صار واحد عندك نص متكامل. أي. انت كمخرج للعمل جمعت من مختلف الاراء، من مختلف المشاعر، من مختلف الرؤى. فهني شنو يصير عندك؟ تدخل معاهم في التدريب الى المفهوم الجديد، تعدد الشخصيات في النص. ممتاز. هذه واحدة من المشكلات اللي نعاني فيها، الكتاب يعانون فيها، ان جميع الشخصيات مالتهم ذات المنطق، ذات الاسلوب في الكلام، حتى اذا كان طفل 6 سنوات ولا كان ريال 40 سنة ولا مرة، كلهم نفس التفكير نفس النمطية. لا.
ما يصير بالنص يكونون كلهم ذات الأسلوب في الكلام. فهني نبدأ نعالج عندهم تنوع. شوفوا أنتم كل واحد فيكم رأيه اختلف، طريقته اختلفت، صحيح، معنا نفس المشهد شفتوه ونفس الوقت، بس كل واحد فيكم المفاهيم والقيم مالته كونت له صورة وانعكست، نعم، على اللي شافه. طبعا بعد دشاشة النوم لازم ناخذ فاصل. الله يعطيك العافية دكتور، فاصل نواصل معاكم. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج مسارة ثقافية مع الدكتور محمد أسهد، وهو مدير مؤتمر بستان قلم ومركز بستان قلم. دكتور بس بعد إذنك أعطيني الإصدارات هذه أو التطبيقات. تطبيقات عملية. إيه. أنت تبي تكون الشخصية الآن وما تبيها تكون نمطية. فأبدأ معاك بالتفكير. يمكن هذا. يفكر بشنو؟ شنو رؤيته عن الأحلام؟ يعتقد فيها ولا لا؟ الجن يعتقد فيه ولا لا؟ التخاطر يعتقد فيه ولا لا؟ ناحية الأديان، المذهب ملتزم ولا مو ملتزم؟ لحظات الإحباط، طبعا يبي يسافر وين يسافر؟ شنو يحب يأكل؟ تبدأ تجمع له معلومات، بيئة السكن مالته، علاقاته، الصداقات العائلية. تبدأ تجمع معلومات عن هذه الشخصية. كونك تكتبها فما يصير تحط معلومات لشخصيتين نفس الشيء. شيء طبيعي راح تصير معلومات مختلفة. صح. طالما عندك معلومات مختلفة إذا عندك وايد مجال للصراع. نعم. عندك وايد مجال لاختلاف المشاهد واختلاف حتى المنطق. صح. يعني هذا اللي يحب مثلا يطالع مسلسل رومانسي غير عن اللي يتابع جريمة. نعم. فهذاك كله مفاهيمه قاسية، وهذاك مفاهيمه لحبيب وقلوب ودبادي، فشيء طبيعي يصير عندك شنو؟ اختلاف في الشخصيات. نعم. فهني نعالج الرتابة اللي تكون عند المؤلفين الجدد، ان شخصياته كلها نفس النمط، بدل يعني لو تشيل اسم واحد مكان الثاني. يمكن هذا اللي دخلنا دكتور، انه والله انا عندي معلومات، عندي افكار، مبدع يمكن من ناحية أنه والله أبي أكتب بس. نعم. ما أعرف أكتب. نعم. ما أدري شنو بالبداية أكتب، وين أبتدي أكتب، لنهاية أني أنا والله أخلص مثل هذه الرواية. أصعب كلمتين أول كلمة وآخر كلمة في العمل. أصعب كلمتين. أصعب كلمتين. لذلك دائما أقول لهم ابدأ بفعل مضارع بحدث، راح تلاقي الأفكار كلها تبدأ تطلع معك. مثلا يتكلم محمد بالتلفزيون، يتكلم فعل مضارع. الآن هذا الفعل قاعد يتكلم في التلفزيون، إذن يبدأ يفتح معك، منو قاعد يطالع؟ اللي قاعد يطالع شنو ردة فعله؟ إيه، إيش قاعد يتكلم عنه؟ معود هذا قاعد يتفلسف علينا. إيه. فيبدأ الصراع. الصراع هني متى ما وظفته صح، صراع مع الذات، مع أفكارك ومعتقداتك، صراع مع الطبيعة، المناخ والغبار والدنيا والهواء والماي والمطر ولا بالطراد وغيره. فمتى ما جيت وظفته، طيب صراع مع الآخر، إن كان فكري إن كان يدوي، إني هني نوظف هذا الصراع وين؟ ب 36 حبكة درامية. إيش معنى 36؟ هي وضعوا لها إطار، خلينا نقول في الأدب، إن تحت إطار 36 حبكة، 36 نوع، هي مفاتيح دائما تسير العمل. على سبيل المثال نقول الوقوع فريسة لسوء الظن. أنت داش غرفة النوم، زوجتك توه ماسك أبوكك، ها؟ شو تسوين؟ أيه. تبي كرت البنك؟ أيه. هي بالمقابل هو طايح، وهي صاحبته قاعد تسكرة، لكن أنت دشيتك شنو؟ إن عبالك شايفة مبطلة. أيه شايفة. أيه. زين، فهني الوقوع فريسة سوء الظن، فتبدأ تبني على استنتاجات خاطئة، تروح في أكشن. نعم. زين، أني نوع ثاني مثلاً الليلة الأخيرة للعالم، الدمار الشامل،
ان كارثة عظمى بتصير ولا صارت، شلون بيتفاعل، شلون يبي ينحاش عشان ينقذ حياته. فيدش هني بصراع، بصراع اخر، التضحية بالنفس مقابل الاخرين. يمكن هذه هذه دكتور، هاي مثل ما تفضلت 36 حبكة درامية موجودة في هذه الكتابات او في هذه الروايات. هل هناك ورش عمل تقدم مثل هذه الأمور على أساس أن واحد يستفيد منها، من كتاب صغار من كتاب كبار؟ في ورش اليوم في كثير من الدورات اللي قاعد تقدم في الكويت، إن كانت نظرية فيها جزء منها عملي تفيدهم. نعم، المجلس الوطني للثقافة والفنون مو مقصر من هالناحية، على الدوام يسوي فعاليات، برامج على الدوام، تشوف عنده ورش. يعني حتى واحدة من الورش الجميلة اللي أنا شخصياً أحرص أني أنا أحضرها، مثلاً كتابة التاريخ، شلون تكتب التاريخ الكويتي، توثق التاريخ الكويتي. فهذه واحدة من الورش الجميلة اللي أنا شخصياً حرصت على حضوري فيها. المجلس قاعد يتبنى ويتبنى المدربين ويجيبهم يقدمون. ممتاز. أنا ما أخذ نهج التطبيقات العملية، أشرح لك النظري أثناء تطبيقك، ما هي أسرد عليك النظرية والمفاهيم النظرية والمعلومات وخليك تغرق في المعلومات في حين أنت ما مسكت القلم بعدك. نعم. أبدأ معك، أمسك القلم، أبدأ معك يعني أقل تمرين، أي أعطيك كلمة واحدة وأطلب منك تكتب لي فيها أقصوصة لا تزيد عن 4 أسطر. نعم. أي كلمة تخطر على بالك، على سبيل المثال قلم، على سبيل المثال طلع، قاعد، أكل، صمونة، بحر، سيارة، كتاب، كتاب. هي كلمة، كلمة مفتاحية نسميها، شفتها يلا. فيبدأ هو في عملية البحث داخله، هذه الكلمة شنو المفهوم اللي تمثله، يبدأ يحطها، يحاول يوظفها. هذه الحين القصة اللي أنت كتبتها اللي بدأت من كلمة وصارت 4 أسطر، نبي نطورها إلى قصة قصيرة. شلون أبدأ أعطيه خريطة التأليف، الحدث، تصاعد الحدث، الذروة، اكتشاف الخلل، الذهاب إلى الحل. طيب نبي نحولها إلى رواية، أي أدخل له الحدث، حدث ثاني، خط زمن جديد، أي أسوي له الخريطة الذهنية اللي يشتغل فيها. ممتاز. يعني هذه يمكن هذه الورش تفيد. نعم. الكتاب انه والله يتجهون الى مثل هذه الاتجاهات وتنمي عندهم المدارك ويتجهون اليها. قبل لا نختم برنامجنا دكتور، يمكن ما شاء الله حديثنا شيق عن اهميه الكتابه واهميه القراءه واهميه مثل هذه التطبيقات وورش العمل، هل ممكن نحول مثل هذه الروايات، مثل هذه الاعمال الى اعمال تلفزيونيه، إلى أعمال مسرحية، إلى أعمال سينمائية؟ ضمن المنهج ليس منا رواية تفاعلية، إن هذا السيناريو اللي تكتبه ممكن يقدم أمام الجمهور. نعم. طيب يعني إحنا طورنا الفكرة يقدم أمام الجمهور، وردة فعل الجمهور تخلينا نغير النص اللي مكتوب. فيينا قدمنا 3 أعمال، واحدة من الأعمال شاركتنا فيها الفنانة الله يذكرها بالخير شيماء قنبر. نعم. دكتور عماد العكاري المخرج أيضا شاركنا بأحد الأعمال. عندنا خلف القلاف الفنان أسامة بلوشي، معنا المحامي عيدان الخالدي، المحامي محمد نجيب، الروائي جراح ملا يوسف. نعم. معنا كأبطال نعطيهم شخصيات. يعني جيت أنا حطيت الخريطة مالت خلينا نقول مثلا رواية جريمة زوم. نعم. وموجودة على اليوتيوب ممكن يحضرونها. حطيت الخريطة مالتها، حطيت تكوين الشخصيات، كل شخصية فيهم شنو أبي منها وشلون لازم تظهر أمام الجمهور. وهذه موجودة بالرواية؟ هذه موجودة، هي كأساس الرواية. ممتاز. زين، يينا عطيناهم الشخصيات، يلا جسدوا الشخصيات أمام الناس. أي. تفاعل الناس وتفاعل نفس الممثلين اللي خذوا الشخصيات مع الأحداث خلتنا نعيد تغيير الرواية المكتوبة. ممتاز. ما شاء الله، احنا ترى حديث شيق وجميل مع الدكتور محمد حميد أسد، وهو كاتب ومدير
مؤتمر بستان قلم ومركز بستان قلم، أتمنى لك التوفيق. احنا ترى وصلنا للقفال، يعني شوف حتى بعد كلمة قفال ممكن نبني عليها خلاص قصص. قفال طلعوا، تعال هذا اللي ناطرهم على اليال، ها يفكي هذا هذا اللي ايه انا 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 اللي دافع فلوس الطلعه ادور اللولو مالي، ايه وجايبين يا اللولو ولا شوف الحين شنو جايبين الادوات من السفر وجايبين من هال طبعا المعدات وجايبين الكثير الكثير. نعم. احنا وصلنا معاك يمكن للختام وجلبنا معنا الكثير من المعلومات الشيقه والقيمه من الدكتور محمد اسد، نقول بارك الله فيك والله يعطيك الف عافيه. خادمكم والقادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك وشكرا موصول لكم مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية، نلقاكم على خير إن شاء الله. إلى ذاك الحين تقبلوا تحيات رائعة وجميلة، مع السلامة.